توشكا، الحلم القديم بإنشاء واد جديد يهدف لزيادة الرقعة الزراعية، لكن واجهته العديد من التحديات. توشكا اللي كان وقفها قبل كده مش عيب في الاختيار ولا عيب في التخطيط، لكن عدم القدرة على التنفيذ. أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بضرورة التوجه إلى توشكا وتقييم الوضع ومعرفة أسباب تعثر المشروع اللي انطلق عام 1997 بغرض العمل على حل المشاكل والاستفادة من المشروع الوطني العملاق. لكن علشان نبدأ، كان في تحديات كتيرة جدا، كثبان رملية وأرض صخرية وضروري توفير مياه الري في عمق الصحراء، وطبعا بدون التأثير على حصتنا في مياه نهر النيل، ده غير الحاجة لتمويل ضخم لتوفير بنية تحتية عملاقة علشان نقدر نزرع الصحراء. ولأن مفيش في القاموس المصري كلمة مستحيل، انطلقت في يوليو عام 2020 مهمة إعادة إحياء مشروع توشكا عن طريق تحالف 162 شركة وطنية وآلاف من المهندسين والفنيين والعمال والمعدات والآلات.
بنهاية شتاء 2023-2024. وبكده بتواصل مصر مشوارها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وسد الفجوة الغذائية، وتحول مشروع توشكا من حلم غير مكتمل لحقيقة قائمة على أرض الواقع. ولسه مكملين بتنفيذ وعد السيد رئيس الجمهورية بزراعة 3 مليون فدان علشان نحول الصحراء لجنة خضراء، واللي هتعود على كل مصر بالخير. مليون تحية للي قال لي مصري كل الأولوية، واللي شال المسؤولية، واللي نفسه يشوفها جنة إنجازات. مليون تحدي بس احنا رجالة، وبإذن الله نعدي، ملناش هدف غير إننا نخلي البلد دي بكرة فيها يجي أحلى من اللي فات. Yeah.